بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، اسمحوا لي قبل ما استعرض مع حضراتكم أبرز ملامع جهود وزارة الداخلية من سنة 2014 لحتى الآن اللي اقتربنا فيه من تحقيق مفهوم الأمن الشامل. أتوجه بخالص التهنئة باسم وزارة الداخلية لقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. اسمحوا لي في البداية اللي احنا نعود بالتاريخ إلى سنة 2014. كيف كان الوضع الأمني سنة 2014؟ كان في موجة جديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب. كان في أعداد ضخمة من المسجونين تمكنوا من الهروب من السجون خلال أحداث 2011. كان في ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجرائم الجنائية. كان في تضرر شديد في مقدرات الشرطة المعنية بمواجهة كل ده، إضافة إلى انتشار العناصر الإرهابية في شمال سيناء استغلالا للفراغ الأمني اللي حصل سنة 2011. ويمكن النقطة دي يعني الجدير باستعراضها لأنها ملحمة كبيرة خاضتها القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة المصرية، والجدير باستعراضها هي هتكون القوات المسلحة. 2013-2014 شهدت مصر 260 عمل إرهابي استهدف كل مقدرات ومرافق الدولة، ومن بينها بالطبع مقر ومنشآت وزارة الداخلية. وشهدت أيضا محاولة اغتيال السيد وزير الداخلية الأسبق في ذلك الوقت، بالإضافة إلى موجة جديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، واللي استهدفت تخريب كل ما هو يمثل مرفق أو ممتلكات لمواطن في هذا الوقت. وأيضا كان العنف إذا كان شمل التخريب والإتلاف والحرق، أيضا شمل إطلاق النار العشوائي في الشوارع على المواطنين. ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال الفترة اللي بعد كده إن جماعة الإخوان المسلمين تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وهي المنسق الأول مع القائمين على عدد من التنظيمات اللي بيطلق عليها التنظيمات التكفيرية في تنسيق عملياتها، وإنها الحاضن للفكر المتطرف على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. على مستوى الأمن العام في ذلك الوقت أيضا كان في 23,744 مسجون هارب من السجون في 2011 ما بين العناصر الإرهابية والعناصر الجنائية منتشرين في معظم محافظات مصر، ولنا أن نتصور هذا العدد، فبالتالي أنه ساهم في ارتفاع غير مسبوق في معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية. بالنسبة لمعدلات ارتكاب جرائم الجنايات اللي هي زي القتل العمد والسرقة بالإقراه والخطف والجرائم الكبيرة، ارتفع معدلات ارتكاب هذه الجرائم 240% مقارنة ب 2010. وفي جرائم الجنح اللي هي بتشمل السرقات مثلا بمختلف أنواعها، ارتفع معدل ارتكاب جريمة إلى 108% مقارنة بعام 2010. إضافة إلى بعض، يمكن دي المتوسطات، لكن في بعض الجنح زي مثلا سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 420% عن 2010، وكان سنة 2014 شهد سرقة أكثر من 25,000 عربية، ودي أرقام بتعتبر خطيرة جدا على المستوى الأمني. في ذلك الوقت كانت منشآت ومخدرات الشرطة كانت متضررة نتيجة لأحداث 2011 وما تلاها، وحضراتكم
ممكن تشوفوا ان يعني المقاومات الاساسيه بالنسبه لمقدرات الشرطه كانت في تضرر شديد، المنشآت، المركبات، الاسلحه. الحاله الامنيه بهذه الصوره تمثل موقف امني شديد الخطوره، يضع المواطن ووضع الدوله على المحك. وكان هذا الوضع بهذا التصور كفيل لأي دولة أن تنكب عن نفسها وأن تتفرغ لمكافحة الإرهاب ومحاولة استعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى. لكن الدولة المصرية ما عملتش كده، وكان قرار قيادة الدولة في ذلك الوقت هو التصدي للإرهاب والجريمة الجنائية واستعادة الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت إعادة بناء الدولة وتطويرها عشان تاخد مكانها ما بين الدول بشكل تستحقه. تمكنت وزارة الداخلية من خلال التحرك بشكل متوازي استعادة مقدراتها وإمكانياتها بدعم كبير من قيادة الدولة، بالإضافة إلى مواجهة عملية الإرهاب والجريمة الجنائية. وتمكننا بين كشف وتفكيك التنظيمات الإرهابية وتكثيف منابع التمويل. ونقدر لو بصينا على هذه الأرقام من حيث البؤر الإرهابية اللي تم تفكيكها أو كمية المتفجرات والعبوات الناسفة أو حتى حجم التمويل اللي كان موجود في ذلك الوقت، نقدر نعرف خطورة وحجم ما كانت تتعرض له مصر، وفي نفس الوقت يعني شراسة عملية مكافحة الإرهاب علشان نقدر نسيطر عليه وينحصر الإرهاب بشكل جيد. في مستوى يعني، وقبل يمكن ما أتكلم على يعني الجريمة الجنائية، كانت محصلة هذه الجهود، ولازم ان احنا نعرف ان هي كانت بتحقق نجاحات متدرجه او نجاحات على مدار 9 سنين اللي فاتت، الى ان وصلنا لانحصار الارهاب بتتويج نجاح القوات المسلحه في القضاء على الارهاب في شمال سيناء واستعاده امنها. ايضا تمكنا من مواجهه الجريمه الجنائيه في ذلك الوقت، واللي امتد برضو على مدار 9 سنوات، وتم القبض والسيطره على 98.4% من الهاربين من السجون. ونقدر ايضا نبص على يعني ما تم تحقيقه خلال 9 سنوات، ونشوف الأرقام اللي كانت موجودة، ونعرف حجم التهديدات الأمنية والأمن العام اللي كان بتعاني منه مصر في هذه الفترة، واللي بيعتبر دي معدلات غير مسبوقة لم تشهدها مصر. أكثر من 15 ألف تشكيل عصابي، وأكثر من 2300 ألف بؤرة إجرامية. وإذا شفنا العدد بتاع قطع السلاح اللي موجودة، هنلاقي حجم الخطورة وحجم السلاح اللي كان في موجود كان في إيدين العناصر الجنائية في ذلك الوقت. كان أيضا بالتوازي كان هناك جهود لا تقل عن جهود مكافحة الإرهاب، اللي هي جاءت نتيجة انعكاس لظروف المنطقة وظروفنا الداخلية اللي هي مكافحة المخدرات. وإذا رأينا المستوى الإحصائيات اللي موجودة على مدار 9 سنين اللي فاتوا، وكمية المخدرات وقيمتها، وكمية قضايا غسيل الأموال اللي كانت يعني شملت هذه الفترة، هنجد حجم غير مسبوق أيضا من كانت محاولات جلب وتهريب والإتجار في المخدرات. ده خلاف الجهود المشتركة اللي بتقوم بها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة لمكافحة المخدرات بشبه جزيرة سيناء. طب ماذا كانت المحصلة يعني النتيجة لهذه الجهود؟ انخفضت معدلات ارتكاب
جرائم الجنايات سنة 23 مقارنة بسنة 2013 بنسبة 73%. وأيضا مقارنة ب 2010 تراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9%، وده رقم قياسي. أيضا ارتفعت معدلات ضبط الجرائم المرتكبة من 57% سنة 2013 ل 95% في سنة 23. ونفس الشيء بالنسبة لجرائم الجنح، انخفضت سنة 23 مقارنة ب 13 بنسبة 58%، وتراجعت عن 2010 بنسبة 12%. ومعدلات الضبط بالنسبة لهذه الجرائم كانت سنة 2013 20%، أصبحت حاليا 84%، وده رقم أيضا قياسي حققته وزارة الداخلية.